مكان خلد الذكرى للملك المؤسس وجهوده العظيمة في توحيد المملكة. قاعة الملك عبد العزيز التذكارية التي تضم العديد من المقتنيات التاريخية والصور الفوتوغرافية والخرائط التوضيحية ذات العلاقة بالملك عبد العزيز والمملكة العربية السعودية. يوجد لدينا عدة مقتنيات، أكثر من 250 أمر يخص الملك عبد العزيز من المقتنيات، منها ما هو محفوظ في المستودعات ومنها ما هو معروض. فنجد المكتب الخاص بالملك عبد العزيز، نجد أدوات الطبيب الخاص بالملك عبد العزيز مدحت شيخ الأرض، نجد الملبوسات، أيضا مراحل للتأسيس الملك عبد العزيز اللي كانت موجودة، الأسلحة سواء كانت النارية كالبنادق والمسدسات أو السلاح السيوف والحربة. يضم المتحف قاعة للسيارات الملكية التي استخدمها الملك عبد العزيز، ومن أبرزها الروز رايز موديل 1946 للميلاد، أهديت من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل. دارة الملك عبد العزيز ممثلة في القاعة التذكارية على حصر وجمع جميع تراث الملك عبد العزيز، ومنها سيارات الملكية، نطلق عليها سيارات الملكية الخاصة بالملك عبد العزيز. فيوجد عند الدارة 11 سيارة خاصة بالملك عبد العزيز، الآن معروض منها أربع، وهي من أهم سيارات الملك عبد العزيز، أو لها جانب بارز في مسيرة الملك عبد العزيز. وهذه الوثيقة التي سجلت كأهم الوثائق للمملكة بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله، من تحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية في 23 من سبتمبر عام 1932 للميلاد. مهند المالكي، الرياض.